لدي ضغط دراسي واشعر بوجود يعني اختبارات متلاحقه وعندي واجبات وكذا، فاشعر يعني شيء من التوتر وايضا عدم التركيز، واخاف اني ارسب او الدرجات ما تكون اللي اطمح لها. هذا هو السؤال. فالجواب، اعرف يا اخوي الغالي ان من اجمل الاشياء الموجوده في هذه الحياه الدراسه والمدرسه. صدق، اعرف ان البعض يمكن يستغرب من الكلام هذا، لكن صدقني الدراسه اذا تعاملت معها يعني نظرت لها بنظره اخرى، نظره انها هي النور اللي باذن الله ينور لك هذه الحياه بالعلم النافع، ان الانسان يرتفع بما يتعلم وكل ما تعلم ارتفع، صدقني تغير نظرتك متى ما نظرت للدراسه من ناحيه، او اهم شيء الاحتساب، احتساب الاجر متى تتعلم ابتغاء رضا الله، لان الله يقول قل ربي زدني علما. طلب العلم من اعظم واجل العبادات عند الله سبحانه وتعالى، حتى ان جاء في الحديث ان كل شيء يستغفر لطالب العلم، فهذا فضل عظيم. وهذا يعني العلم النافع سواء كان من علوم الدنيا او الاخره كلها عظيم وكلها فضيل، لكن لا شك في علوم الاخره في المقام الاول، وليس هذا معناه ان علوم الدنيا ليست مهمه، بل مهمه. والدين دين الاسلام وديننا يحثنا على اقامه الدنيا والاخره، ومن ضيع الدنيا ضيع اخرته. فهذا بالنسبه، هذا الامر الاول. الامر الثاني ان شاء الله اني ما اطيل، الدراسه مثل ما قلت لك، النظره الشيء النفسي، العقل الباطن يؤثر بشكل كبير. انظر للدراسه من باب انك تستمتع، من باب انك تسعد، من باب انها شيء يرفعك، من باب انها شيء يغيرك للافضل، من باب انها شيء يطورك. فانت اذا حسيت بالشيء هذا راح تتحمل المصاعب اللي تواجهك، الضغوط، الاختبارات، الواجبات، التكاليف. ممتاز. الامر بعد هذا الدعاء. يا اخي انا اساس احد الشباب متميز جدا، يوم كنت زميله في المدرسه قلت يا اخي وش تسوي؟ تعلم كيف اخذت الاول؟ كانت نسبه 99 وحول 100 تقريبا. قال لي يا اخي والله اني انا مثلكم كذا، لكن انا تراني ادعي وانتم ما تدعون. بكل بساطه قال انا ادعي وانتم ما تدعون، فاكثر الدعاء. صدقني اذا دعيت الله سبحانه وتعالى واستعنت بالله يخف الضغط عليك وتشعر بالراحة، تشعر بمعية الله لك وأن الله سبحانه وتعالى معك والله سبحانه وتعالى يعينك، وتشعر يعني تفاؤل، تشعر ثقة كبيرة في نفسك أنك قادر إن شاء الله باستعانتك بالله أنك تتجاوز هذه الاختبارات وتميز وكذا. الأمر الأخير وأختم فيه اللي هو أعطي كل شيء حقه، أعطي كل شيء حقه ولا تبالي. يعني بعض الشباب صار عنده بكرة اختبار مثلا أو اختبارين، ما بقى أحد ما علم، بكرة عنده اختبارين وعنده ضغط وأنا تراني كذا. اختبار الأمر أسهل من هذا، ساعة واحدة تركز فيها تخلص اختبار الأول، تروح تتسلى وتقضي أمورك، ساعة ثانية تركز فيها الاختبار الثاني، صدقني تخلصه وتنجزه. فالأمر أسهل من هذا. لا دائما لا بعض الشباب يبالغ وكأن هذا الشيء يجعله بالفعل يصبح كذلك، يقول يا أخي أنا عندي ضغط، أنا عندي، وكأنه الواحد الطالب الوحيد في العالم يدرس، وبالفعل ينعكس هذا عليه سلبا، يعني سلبا هذا يجعله بالفعل يتأثر ويكون مستوى الدراسي يعني يتأثر مثل ما ذكرت سلبا. فأنت بالعكس إذا جاء عندك ضغط على أمر بسيط، الأمر إن شاء الله بإذن الله الله سبحانه وتعالى معي، أنا شيء هذا راح يعود علي بالنفع العظيم، أنا مستفيد، أنا مأجور، أحتاج أركز كلها إن شاء الله ساعة ساعة ونص بتركيز بإذن الله قادر أتجاوز هذا التحضير لهذا الاختبار، كلها نص ساعة ساعة إن شاء الله قادر أتجاوز هذه الواجبات وهكذا. الوصايا والله فيما يتعلق بتحصيل الدراسة كثيرة، لكن أيضا من الأشياء تحديد وقت ثابت من يومك للدراسة غير المدرسة، سواء كان عندك واجبات أو بحوث أو تكاليف أو ما كان عندك أي شيء، لا بد تثبت لك وقت. هذا الشيء مع مرور الوقت راح يصبح شيء سهل عندك. الآن شو يضر الواحد لو ثبت له ساعة ونص يوميا؟
يذاكر إن كان عنده اختبار أو واجب أو غيره، أو ما عنده شيء يحضر ويستعد. هذه كلها تساعد على أنه يتميز دراسيا. أتوقع إن شاء الله أنه صار فيه إلمام نوع ما، لكن آخر شيء الصحبة ترى تساعد. من صاحب المتميزين صار معهم بإذن الله. حاول على الأقل لو صاحب واحد من صحبتك يكون متميز وتدخل معه وتطلع معه.